في نهاية FIFA عملي في الفيفا في 2015 في عام 2015-2016 حينما تم عزلي وتم منعي من ممارسة عملي كرئيس للفيفا. المحكمة وميشيل بلاتيني ولأسباب أو لأسباب أخرى قد انقلبوا ضدي ولكن ظهرت براءتي والآن أنا حر لممارسة مهام عملي. أنا الآن رجل حر، أنا رجل سعيد، لدي عائلة صغيرة أي نعم، ولكن أنا سعيد مع عائلتي، مع ابنتي، ولديها أيضا طفلة صغيرة، فبالتالي عائلتي تكبر وتنمو. أنا رجل سعيد الآن. هذه فقط معلومة لكم، أنا أعيش الآن في زيورخ وحياتي الاجتماعية هناك لمدة 50 عام، وسأموت في زيورخ لأن عائلتي الآن تعيش في قرية صغيرة في بالي. ولكن بالنسبة لنا سويسرا الآن هي البلدة الأم لنا. أنا سعيد جدا بالتواصل مع أناس مثلكم في برنامج رقم 10. أنا سعيد جدا لأني تواصلت مرة أخرى مع أصدقائي من المصريين.